تريلا بالعربي. كتاب دعاء الكروان. يتناول هذا الكتاب رواية تتحدث بجرأة صارخة عن الظلم الواقع على المرأة العربية والريفية خاصة، في ظل مجتمع لا يرى في المرأة سوى عورة لا بد من حجبها عن العالم. وينتقد الكاتب التزمت وانتقاص المرأة وإهدار حقوقها في ملحمة أدبية يمتزج فيها تغريد الكروان بصرخات القهر. وتسرد هذه الرواية قصة فتاة ريفية رقيقة الحال لم تنل حظاً من التعليم. تتعرض عائلتها لأزمة فتضطر على إثرها لمغادرة القرية بضغوط الناس عليها، إذ تهاجر العائلة من دون أن يكون لها وجهة محددة تقصدها إلى أن تستقر في المدينة. حينها تجد الفتاة نفسها مضطرة لتكون خادمة في بيوت الأغنياء، وتتعرض العائلة للغدر والانتهاك مما يدفع الفتاة للجوء إلى الثأر والانتقام. صدر هذا الكتاب عام 1924 ويحمل تبويباً لعدة فصول، ومن بين ما خلده المؤلف في كتابه إهداء إلى صديقه عباس محمود العقاد الذي أقام للكروان ديواناً فخماً في الشعر العربي، ويستأذن أن يكون كتابه هذا عشاً متواضعاً في النثر العربي. كتاب دعاء الكروان من تأليف طه حسين. إذا كنت تشاهدنا لأول مرة لا تنسى الاشتراك في قناتنا كي نكون على تواصل. بوك تريلا بالعربي، منصة لكتابي.